في الساعات الأخيرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد إطلاق مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية للتنمية البشرية، واللي هي اسمها بداية جديدة لبناء الإنسان. والمبادرة دي هدفها فتح الطريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، عشان تقدم مواطن صحيح متعلم متمكن قادر واعي ومثقف للمجتمع. يعني بالمختصر هدفها إعادة بناء الإنسان المصري ودعم الهوية المصرية وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وده هيكون من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة. يعني هنضمن خدمات حكومية بجودة عالية وممتازة سواء في المدارس أو المستشفيات أو أي مؤسسة تابعة للحكومة. كمان هتشهد تطوير المناهج التعليمية وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين واستخدام التكنولوجيا في التعليم. وكمان هتتضمن إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة للتوظيف. يعني هتقدم فرص عمل كمان جديدة للشباب. وبخصوص الأطفال فهي بتنفذ برامج من سن 0 لـ6 سنين، وهتقوم بتعزيز التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، بالإضافة لإنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين فيها، ونفس الاهتمام ببرامج دعم كبار السن. كمان هتشمل المبادرة خدمات طبية بجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية والعلاجية، واللي هتوصل ل5600 قافلة، وزيادة عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وتقديم 1,200,000 جلسة علاج كيماوي وإشعاعي، إلى جانب إصدار 980,000 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 100 يوم، وتقديم 447,000 جلسة غسيل كلوي. ومش بس كده، هي كمان هتدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيتم إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفايدة مناسبة، وخدمات تانية كتيرة بتقدمها في كل قطاعات الحكومة. وأخيراً المبادرة دي هتقوم بتسهيل الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة، عشان تسهل حياة المواطن وترفع كفاءته النفسية والعقلية والعملية، وكمان تحقق له كل متطلباته بشكل سريع ومريح. بانكير، نبض البنوك.